السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في درس جديد مع مدونة الجزائر ويب. معكم الأخ عبد الحق. في هذا الدرس اليوم إن شاء الله سوف نشرح طريقة كتابة أو تنفيذ أوامر الطوز على نسخة الويندوز 8. طبعا وجدت في صفحات التواصل الاجتماعي كثير من الإخوة يسألون هل الويندوز 8 ما زالت تحتوي على الطوز، وهنا أقول لك نعم أخي أن الويندوز لن تتخلى عنها لأنه شيء أساسي للسيستم. إذن سوف نقوم في البداية بالذهاب إلى نافذة البداية، ثم هنا يمكنكم النزول بالضغط على السهم المبين. في خانة بحث هنا تقوم بكتابة CMD، وكما تشاهد هنا بعد الضغط عليها هي ها قد تم فتحها بنجاح. إذا كانت هذه الطريقة جد مبسطة وسهلة لشرح كيف أقوم بتشغيل أوامر الطوز على نسخة الويندوز 8. كان معكم عبد الحق من مدونة الجزائر ويب.